أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار لكل افتتاح. كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه أحد الأدوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح أو الدفاع المفضل لديك، ألو كنت تريد الدراسة الجادة مع المتعة باستخدام محرك البحث جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها. انزل لأسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار أفكار افتتاحيات الشطرنج. ستجد فيديو أفكار افتتاحيات الشطرنج مقدمة تمهيدية. هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي أفكار افتتاحيات الشطرنج بصفة عامة، وبعد أن تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو. والآن هيا نرى الفيديو. أهلا بالأصدقاء، ما زلنا مع جنبيت الوزير المرفوض الدفاع السلافي، وضفنا هو بطل العالم الثالث الكوبي جوزيه راؤول كابابلانكا، الذي يتميز أسلوبه بالسلاسة والسهولة والبساطة، ولكنه يفوز دائما أمام اللاعب البولندي الكبير ديفيد جانوفسكي. وهذا الدور أسماه النقاد دور كل العصور، لأن كابابلانكا بدأه باستراتيجية لاسكر واستخدم البيادق كما كان يوصي فيليدور، ثم تحول للهجوم من جناح الوزير إلى جناح الملك وبالعكس كأسلوب اليوغوسلافي بوجولي بوف، ثم قام بالتضحية كما كان يفعل سبيلمان، وأخيرا أعطى مات بالرخين في رقعة مفتوحة كما الدور الشهير نيمزوفيتش وبرونشتاين. وكل الدور كان بروح العظيم أليخين. إذا كنت لا تصدق فسترى الدور والحكم إليك. والآن هيا نرى دور كل العصور. كابابلانكا يتقمص شخصية أبطال العالم، ولن تنسى أبدا هذا الموقف. فالفيل تراجع من المربع F5 إلى المربع D7، إنها تبدو نقلة معتادة بل ربما نقلة سيئة، ولكن هذه النقلة هي أشهر نقلة استراتيجية في التاريخ، فوراءها خطة محكمة. وإذا كنت لا تصدق حتى الآن فسترى بنفسك. ديفيد جانوفسكي بالأبيض أمام جوزيه كابابلانكا بالأسود، الدفاع السلافي نيويورك 1916. هيا نستمتع ونتعلم وندهش. جانوفسكي بالأبيض ولعب D4 Knight F6 Knight F3 D5 C4، وبكده دخلنا في جنبيت الوزير. لو الأسود قبل البيضة يبقى جنبيت الوزير المقبول، ولو لعب أي نقلة أخرى يبقى جنبيت الوزير المرفوض. ولكن على أي حال كابابلانكا كمل بC6. بالنقلة دي بنخش في جنبيت الوزير المرفوض التفريع السلافي. لو الأسود ملعبش السC6 ولعب مكانها الE6، بنخش في التفريع الأرثوذكسي، اللي من عيوبه إن فيل المربعات البيضاء بيستمر مدة طويلة أسير وراء بيادقه، بينما النقلة C6 الطريق بيظل مفتوح أمام فيل المربعات البيضاء، ولكن بيأخذ المربع المفضل لتعبئة حصان الوزير اللي بيتعبأ في هذه الحالة من المربع D7. نايت C3، بيشوب F5، كوين B3، طالب بيضة B7، كوين B6، كوين تيكس B6. النقلة دي بتترك الأسود في موقف آمن تماما، لدرجة ان النقلة دي قد تكون في صالح الأسود. النقلة الأفضل هي لعب C takes D5، لكن على أي حال الأبيض كمل بكوين تيكس B6 A takes B6. ربما اللي دفع الأبيض لتكسير الوزيرين هو ان الأسود حيصاب ببيدق مزدوج على العمود B. على أي حال الدور كمل
cd5 knight d5 knight d5 cd5. ودلوقتي الاسود بيعاني من ضعف في هيكل بادء وفي جناح الوزير، لكن في المقابل لديه عمودين مفتوحين ممكن يستغلهما برخي e3 knight c6 bishop d2، وهنا الاسود لعب bishop d7. النقلة دي بيعتبرها النقاد من افضل النقلات في التاريخ، وهي قد تكون النقلة المفتاح في الدور، وبتدل على عبقرية كابابلانكا وتمكنه من الاستراتيجية السليمة. الاسود بيسعى لموقف معين هقوله لكم باختصار، ان يلعب e6 ووراها يلعب النايت a5 ثم يلعب ال b5 ويقوي المربع c4 تمهيدا لاحتلاله بالحصان. وهنا الابيض له خيار وحيد وهو تكسير الفيل امام الحصان، وبعد بيشوب تيك سي 4 بي تيك سي 4، والاسود فاز بكل شيء، فان له ميزه زوج الافيال، وكذلك فانه اصلح من شكل هيكل بيدقه، بل اصبح له بدء ممتاز على المربع سي 4، وده بيعتبر انتصار لاستراتيجيه كابلانكا. ولكن كل هذه النقلات بالطبع هيقاومها الابيض، ولكن هنشوف ان كابلانكا هينفذها بكل بساطه وسهوله، ومن هنا جت عبقرية هذه النقلة. على اي حال الدور كامل بيشوب اي 2. النقلة دي مش افضل نقلة في الدور، لان الابيض عنده نقلة افضل وهي بيشوب بي 5، ودي على الاقل هتعطل قليلا خطة الاسود. انما على اي حال الابيض ملعبش البيشوب بي 5، انما لعب بيشوب اي 2 وكمل الدور اي 6. ادي اول نقلة من خطة كابلانكا، والابيض كمل كسل بيشوب دي 3 روك اف سي 1، وهنا كابلانكا لعب النقله كينج اي 7. النقله دي بتدل على بعد نظر كابلانكا بالنسبه لاستراتيجيه الدور. هو عارف ان الدور هيتحول سريعا الى مرحله نهايه الدور، والملك في المنتصف هيكون افضل من الملك المبيت البعيد. والحقيقة الأبيض كان عليه أن يقوم بمثل ما فعل كابلانكا عندما سنحت له الفرصة سابقا، وكمل الدور بيشوب سي 3 روك اتش سي 8، وهنا الأبيض لعب اي 3. النقلة دي بالطبع بتحرر رخ الاي 1 من مهم الدفاع عن بيدق الاي 2، لكن في نفس الوقت بتصيبه بضعف على المربع بي 3، والإضعاف ده بيسموه إضعاف عضوي لا يمكن تصويبه. وكان الافضل للابيض بدلا من لعبه الاي 3 انه يكمل بالنقله الحيويه نايت اي 5. انما على اي حال الابيض ملعبش النايت اي 5 ولعب اي 3 وكمل الدور نايت اي 5. بعد النقله اي 3 اصبحت النقله نايت اي 5 اكثر قوه، لان الحصان حاليا بيهدف للمربع سي 4 زي الخطه القديمه، وظهر امامه هدف جديد وهو المربع بي 3 وطالب يفوز بالفرق، ولذلك الابيض مجبر على لعب النايت دي 2، ودي افضل نقله عشان يدافع عن المربع بي 3، وكذلك بيحضر للتقدم في الوسط ولعب الاي 4، والنقله دي هتسمح له ببعض اللعب المضاد. ولكن كابابلانكا لعب سريعا اف 5، نقله قويه للغايه، بتاخر لعب الابيض النقله اي 4 لمده طويله، وكمل الدور جي 3، وهنا كابلانكا كمل في خطته المعروفه ولعب بي 5 والبيدق تحت حمايه الفيل. وزي ما احنا شايفين كابلانكا سائر في خطته المرسومه منذ لعب نقلته الخالده بيشوب دي 7. على اي حال الدور كمل اف 3 والاسود لعب نايت سي 4. كابلانكا بيقول ان خطه الاسود الاولى انتهت، وبالطبع الابيض ممكن ياخد بالحصان، ولكن بعد بيتيك سي 4 البيدق الاسود اصبح بيدق قوي للغايه، وفي نفس الوقت بيحدد كثيرا المدى للعب الفيلين، بمعنى ان الابيض رغم امتلاكه زوج الافيال الا انه لا يستفيد بهذه الميزه مطلقا، ولذلك الابيض ملعبش نايت تيك سي 4 انما كمل ببيشوب تيك سي 4. ودلوقتي الابيض هيفقد ميزه زوج الافيال، لكن محتفظ على الاقل بالحصان اللي هيساعده في لعب النقلة اي 4 وتحرير دوره، والاسود كمل بي تيك سي 4. بكده بدأ البي المزدوج اصبح مصدر قوة للاسود بعد ما كان مصدر ضعف، وانتصرت استراتيجية كابلانكا بوضوح.
على اي حال الابيض اخيرا نجح في لعب الاي 4 والاسود رد بالنقله الهاديه كينج اف 7. الملك بيخلي المربع اي 7 لتراجع الفيل في حاله لعب الابيض النقله اي 5، وبالفعل الابيض كمل اي 5 وهنحتفظ بالتعليق على هذه النقله قليلا، انما على اي حال الاسود كمل بيشوب اي 7 وهنا الابيض لعب اف 4. ودلوقتي عاوزين نقول ان النقله اي 5 مع النقله اف 4 بتدل على ضعف استراتيجيه الابيض، لانه وضع كل بيادقه على مربعات سوداء بينما فيلو ايضا على مربعات سوداء، وبذلك اصبح فيلو لا يزيد كثيرا عن بيدق. وهنا كابلانكا كمل باحد النقلات القويه بي 5. بالنقله دي كابلانكا بيكمل في استراتيجياته الرائعه في الدور اللي بتشبهنا باستراتيجيات ايمانويل لاسكر، وبكده خطة الاسود بتكون العمل لتثبيت اكبر عدد من قطع الابيض في جناح الوزير، وفي لحظة معينة هيتحول الى اللعب في جناح الملك بالنقلة جي 4، وبعد فتح العمود جي هيبدأ الرخين في اخذ نصيبهم من العمل النشيط، وهيكونوا هما السبب المباشر لفوز الاسود زي ما هنشوف في الدور. الحقيقة كابلانكا بيؤدي كأعظم ما يكون. والاستخدام الذكي للبيادئ بيذكرنا بقول فيليدور ان البيادئ هي روح الشطرنج. وكمل الدور كينج اف 2. اذا الابيض ما لعبش الكينج اف 2 وكمل بالنقلة بيشوب بي 4 على اساس ان بيمنع الاسود من الاختراق في جناح الوزير بالنقلة بي 4، التكملة المتوقعة هتكون بيشوب تيكس بي 4، اي تيكس بي 4، روك اي 4. الاسود بيهدد بالفوز ببيدق البي، ولذلك الابيض مجبر على لعب روك تيكس اي 4، بي تيكس اي 4، وفي النهاية الاسود بيكمل بروك بي 8 وبيفوز ببيدق البي 4. ولذلك الابيض ملعبش البيشوب بي 4 انما لعب كينج اف 2. والاسود قبل لعبه النقلة بي 4 بيقوم ببعض التحضيرات وكمل روك اي 4، كينج اي 3، روك سي اي 8. ودلوقتي الاسود بيهدد بالفوز بالفيل بالنقلة بي 4، والابيض ما يقدرش ياخد ببيدق الاي 3 عشان هيكون مربوط على الرخ، ولذلك الابيض كمل بروك اي بي 2 ورفع الربط عن بيدق الاي 3. وهنا كابلانكا تحول للعب في جناح الملك ولعب اتش 6 وبيحضر الاختراق بالنقلة جي 5. التحول من الهجوم في جناح الوزير الى جناح الملك بيذكرنا باسلوب بوبيدي بوف. ولذلك الابيض كمل بنايت اف 3 وبيحاول يدافع عن المربع جي 5، والاسود كمل في خطته ايضا بجي 5 وكمل الدور نايت اي 1 روك جي 8. الرخ بياخد موقع جيد قبل فتح العمود جي، والابيض رد بكينج اف 3. ربما دي مش افضل نقله في هذا الموقف، وكان من الافضل للابيض ان يكمل بنايت جي 2 عشان ياخد بالحصان لو الاسود كمل بجي تيكس اف 4 تشيك. الابيض بيرد بنايت تيكس اف 4 وموقف الابيض افضل قليلا من اللي حدث في الدور. لكن على اي حال الابيض ما لعبش النايت جي 2 انما لعب كينج اف 3، والاسود كمل في خطته جي اف 4 جي اف 4، وبعد فتح العمود جي هيسيطر عليه كابابلانكا بالرخين، ولذلك بدا بروك اي اي 8 والرخ في طريقه الى العمود جي نايت جي 2 روك جي 4، بيستعد لازواج الرخين على العمود، والابيض كمل روك جي 1 والاسود رد بروك اي جي 8. الرخين سيطروا تماما على العمود، وحاليا الحصان مربوط على الرخ. وكابابلانكا علق على الموقف ده وقال ان الاسود مستعد الان لجني ثمار استراتيجيته الصحيحه، والمطلوب الان هو تنشيط فيل المربع دي 7 بحيث انه يمارس ضغط اكبر على موقع الابيض. والابيض كمل بيشوب اي 3، وجانوفسكي بيقاتل بصلابه لتخليص الحصان من الربط بلعب بيشوب جي 3، وفي نفس الوقت بيحاول تاخير تقديم بيدق الاتش وتهديد الحصان.
وهنا خلع كابابلانكا رداء لاسكر واللعب الاستراتيجي وارتدى رداء سبيلمان وبدأ في التضحيات ولعب بفور تضحية اكتر من رائعة. النقلة دي بتخلي الوتر للفيل واللي في النقلات القادمة هيحسم عمليا الدور. لازم نلاحظ ان الفيل بقى في مكانه ولم يتحرك منذ تنفيذه النقلة الرائعة بشوب دي 7. لو كابابلانكا ملعبش البي 4 وحاول ان يستمر بالنقلة المتوقعة اتش 5 بالتهديد اتش 4 واتش 3 ويفوز بالحصان المربوط، الابيض ممكن يكمل بشوب اف 2، واذا الاسود كمل باتش 4 بالتهديد اتش 3 الابيض هيلعب ببساطة اتش 3 بيهدد الرخ، وبعد روك جي 7 الابيض هيلعب كينج اي 3 والابيض هيستطيع ان يتنفس مرة اخرى. ولذلك كابلانكا ملعبش الاتش 5 انما لعب النقلة الرائعة بي 4 والابيض كمل باي تيكس بي 4. لو الابيض ملعبش اي تيكس بي 4 وكمل ببيشوب تيكس بي 4 لن يتغير الامر كثيرا، لان الاسود هيكمل بيشوب تيكس بي 4 اي تيكس بي 4 وهنا الاسود هيعود للخطة القديمة باتش 5 بالتهديد اتش 4 اتش 3 ويفوز بالحصان. على اي حال الابيض ملعبش بيشوب تيكس بي 4 انما لعب اي تيكس بي 4 وهنا ظهر اثار التضحية الجميلة والاسود كمل بي اي 4 والفيل في طريقه للمربع سي 2 بتهديد للرخ، ولكن هدفه النهائي هو الوصول الى المربع اي 4 بتشكل الملك ويفوز بالحصان. الحقيقة لازم نرفع القبعة لكابابلانكا اللي بيفوز بنقلات بسيطة وسهلة ولكنها محكمة ومسددة الى الهدف. على اي حال الابيض كمل بروك اي 1 والنقلة دي سهلت كثيرا من مهمة الاسود. افضل نقلة في هذا الموقف ان الابيض يكمل بروك سي 1 عشان يمنع الفيل من الوصول الى المربع سي 2، ولكن على اي حال كابلانكا هيفوز بطريقة اخرى لانه هيكمل بالتضحية القوية روك تيكس اف 4 تشيك. دلوقتي لو الابيض اخذ الرخ بالحصان نايت تيكس اف 4 الاسود هيكمل ببساطة روك تيكس جي 1 ورابط الفيل وبيهدد ببيشوب تيكس بي 4 ويفوز بقطعة، بينما اذا اخذ الرخ بالملك كينج تيكس اف 4 الاسود هيكمل ببيشوب جي 5 تشيك وبعد كينج اف 3 بيشوب تيكس سي 1 والاسود حاليا افضل كثيرا وبيهدد بالفوز ببيدة البي 2. ولذلك وعلى اي حال النقلة روك سي 1 افضل كثيرا من النقلة روك اي 1 اللي لعبها الابيض في الدور. كابلانكا كمل في خطته ببيشوب سي 2 في طريق اللعب بيشوب اي 4 تشيك ويفوز بالحصان، وهنا الابيض كمل بيشوب جي 3 وبالنقلة دي الابيض بينقذ الحصان من كش اي 4، ومع ذلك الاسود كمل ببيشوب اي 4 تشيك كينج اف 2 وهنا الاسود عاد للخطة القديمة باتش 5 بالتهديد بلعب اتش 4 والفوز بالفيل والابيض كمل روك اي 7. الابيض بيحاول ان يعمل بعض اللعب المضاد في جناح الوزير، لكن لو الابيض ملعبش الروك اي 7 وحاول ان ينقذ الفيل بالنقلة نايت اي 3 طالب الرخ الاسود هيكمل في طريقه باتش 4 طالب الفيل وبعد نايت تيكس جي 4 اف تيكس جي 4 الفيل ليس له اي مهرب والاسود هيفوز بقطعتين امام الرخ وفي طريقه للفوز بالدور. ولذلك الابيض ملعبش النايت اي 3 انما كمل بروك اي 7، لكن هنا الاسود استمر في خطته ببيشوب تيكس جي 2 روك تيكس جي 2 والاسود كمل اتش 4 وطالب الفيل، وبالنقلة دي الاسود فاز ماديا في كل التفريعات لان الفيل مربوط على الرخ. على اي حال الابيض كمل بيشوب تيكس اتش 4 وترك الرخ، لكن في نفس الوقت بيهدد الفيل الاسود المربوط، وكابلانكا كمل روك تيكس جي 2 تشيك كينج اف 2
وهنا كابلانكا لعب روك تيكس اتش 2 وفاز ببيدا بيشوب تيكس اي 7 وبكده الاسود فائز بالفرق امام بيدا. لكن الابيض بيهدد بكش بالكشف للملك الاسود، ولكن كابلانكا تجاهل الكش بالكشف ولعب روك اتش 3 تشيك كينج اف 2 وكابلانكا لعب روك بي 3 وطالب بيدا البي 2. وكابلانكا بيعلق وبيقول ان لا توجد اي خطورة من قيام الابيض باي كش بالكشف لان جميع القطع السوداء على مربعات بيضاء. على اي حال الدور كمل بيشوب جي 5 تشيك كش بالكشف بالرخ كينج جي 6 روك اي 7 طالب بيدا الاي 6 بتشيك، والاسود كمل روك تيكس بي 2 تشيك كينج اف 3. وهنا الاسود انهى الدور بروك اي 8 بالتهديد روك اي 3 تشيك ميت، والابيض ليس لديه اي دفاع كافي، مما يذكرنا بالدور الشهير بين نيمزوفيتش وبرونشتاين. ومع ذلك جانوفسكي كمل وهو بيبتسم ابتسامة خفيفة روك تيكس اي 6 تشيك، وجانوفسكي عنده امل ولو واحد في المليون ان كابلانكا يكمل بالنقلة السيئة كينج اتش 5 اللي بعدها هينقض عليه بروك اتش 6 تشيك ميت. ولكن بالطبع كابلانكا ليس ساذجا وكمل كينج اتش 7. ودلوقتي الابيض عليه ان يواجه التهديد روك اي 3 تشيك ميت، والابيض ليس لديه اي دفاع كافي الا بالتضحية بالرخ، ولذلك في الموقف ده الابيض سلم. الحقيقة دور بيدل على العبقرية الهائلة لكابلانكا اللي لعب اللعب الاستراتيجي كافضل ما يكون وشبيها بلاسكر، وكذلك لعب بالبيادق مثل فيديدور. وزي ما قلت في المقدمة تحول من الهجوم من جناح الوزير الى جناح الملك، وده بيشبهنا باللعب المميز للبطل اليوغوسلافي بوليبوف. وفي النهاية قام بتضحية ذكرتنا بسبيلمان، والدور كله في روح أليخين ولكن بلمسات كابلانكا. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.